بسم الله الرحمن الرحيم إيث جريد الصف التامن بيج 68 الكتاب قدامنا والقلم معنا ونكتب الملاحظات اللي بنحتاجها communication workshop ورشة تواصل communication تواصل noun communicate الفيرب اللي إلها communicated communicated يتواصل comparing مقارنة. وكمبرزون مقارنة كومباراتيف مقارنة سوبيلاتيف التفضيل دايما المقارنة لإيش؟ للأجيكتيف للصفات old القديم and new الحديث مقارنة القديم والحديث هلا before you start قبل أن تبدأ start يبدأ started started begin يبدأ began begun لاحظين ان الافعال كلها repeated بكل البراجرافز look at انظر الى looked at looked at the two photos الصورتين and discuss وناقش discuss discussed discussed the noun from it discussion مناقشة similar similarities من similar similar يتشابه similar to مشابه لي different from مختلف عن كمان مرة similar to مشابه لي different from مختلف عن The similarities الأشياء المتشابهة and differences الاختلافات The differences similarities هاي nouns plural nouns أسماء جمع The differences الاختلافات من الصفة different مختلف Differentiate يوجد أوجه الاختلاف اللي هي verb. Then ثم read the article اقرأ المقالة. Read يقرأ read read. الكتابتها نفس الاشي بس بال spelling read read read. These are هاي تو فوتوز شايفينهم look at these two photos. These are two pictures. ها ذيز ار بعدها اسم جمع صورتين اوف امستردامز اولمبيك ستاديوم ستاد امستردام الاولمبي طلع هون لما يكون بالكلر فول وزاهي الالوان اكيد مبين عليه انه نيو وهون لما يكون ايش بلاك اند وايت ابيض واسود بكون مبين عليه انه هو انشنت او قديم These are هذه two pictures صورتين of Amsterdam's Olympic Stadium استاد أمستردام الأولمبي. The first picture أول صورة is from 1928 من عام 1928. The second is from الثانية from the present day من الوقت الحالي هيا شايفينها صورة since it was first used منذ أن استعمل لأول مرة the Olympic Stadium اللي هو الاستاد الأولمبي has gone through several changes مر عبر تغيرات عدة several changes تغيرات عدة changes هون جاي معناها إيش Now changes تغيرات صفة لها several عدة several changes يعني many changes حلو الفعل طبعاً change يتغير changed change فعل من الأفعال regular المنتظمة regular verbs in 1987 عام 1987 the city of government اللي حكومة المدينة wanted to destroy أحكينا سنة أتلاف مرة عن wanted to plus infinitive أراد أن بيجوا وراها infinitive form wanted to زائد الفعل بالمجرد الفعل أرادة

الإت عائدة على مين؟ عائدة على الأولمبيك ستاديوم على الاستاد الأولمبي إذا ال 1987 عام 1987 السيتي جوفرمنت حكومة المدينة wanted to destroy it أرادت أن تدمره people observed observed يعني عارضه اوبزود يعني إيش؟ عارضه its destruction دماره شفتوا كيف destroy في اسم منها destruction noun derivation هي اشتقاقات destroy ال verb destruction noun الإتس اللي هي ضمير الملكية it must be followed by noun يجب أن يتبع بإسم وفوق التو بعدها infinitive وهون الإتس ضمير الملكية يتبع بإسم إذن الـ people upset يعني عارضوا its destruction عارضوا دماره so the government الحكومة listed it وضعته في قائمة as a national monument نصب تذكاري وطني monument نصب تذكاري ناشيونال وطني re دائما repeat re, re read re write بعيد renovation of the olympic stadium اعاده ترميمه الستاديوم started in 1996 عادوا ترميمه عادوا الديكوريشن اللي إله أولمبيك ستاديوم ستارتد إن 1996 لما بنسأل بالوين هيك نسأل متى بنجاوب إيش بالتايم البرنس ويليام ألكساندر ري أوبن برضو رجع للري عاد افتتاحه on 13 ماي شهر أيار 2000 سنة الألفين the Olympic Stadium الاستاد الأولمبي has become أصبح مدرن ليه أصبح مدرن؟ لما عملوله له renovation renovation اللي هم عادوا ترميمه the Olympic Stadium has become أصبح مدرن and has recovered its استعاد recovered استعاد its attractive brick construction اللي هو بناء construction اللي هو البناء بناء الطوب الجذاب اللي إله of 1928 ب 1928 once again مرة أخرى it إنه serves as صار يخدم كأيش location موقع لقد كلها عدا على مين على الاستاديوم على الأولمبيك ستاديوم for سبورتينج ايفنتس الأحداث الرياضية صار لوكيشن شو معنى لوكيشن موقع سيتويشن موقع سايت موقع كلها نفس المعنى يعني بليس كمان موقع أو مكان لإيش رجع رجع مكان للسبورتينج ايفنتس اللي هي الأحداث الرياضية سهل ناو I want to revise with you the verbs. شو رايك تراجعوا معي الافعال الموجوده؟ طلعوا الافعال الموجوده عندنا هنا. compare يقارن, compared, compared. communicate يتواصل, communicated, communicated. Say with me, احكوا معي. Old طبعا adjective اللي هي الصفه قديم. ونيو حديث and we have use يستعمل used used gun throw مر بي went اللي هي go went gun destroy يدمر أجل to عشان هيك أجل فعل بالحالة الأولى المجردة destroy 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 أوبيز يعارض أوبيز 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 اللي هو على طرفي نقيض اللي هو العكس بكون ديستركشن طبعا اللي هي نون وغوفرمنت نون أسماء دمار نون غوفرمنت حكومة نون سيتي نون اللي هي المدينة تشينجز نون تغيرات سيفرال تشينجز اللي هي تغيرات صفتها قبلها إنها سيفرال عدة تغيرات ذا اللي هي الوقت الحالي first picture الصورة الأولى listed list listed listed يضع قائمة و معناها قائمة يعني وضعته في قائمة من يمنت النصب التذكاري الوطني ناشيونال adjective صفة مونيومنت اسم رينوفيت يعيد ترميم أو يجدد أو يعيد تجديد رينوفيت رينوفيتد رينوفيتد رينوفيشن الاسم إعادة التجديد للأولمبيك ستاديوم start يبدأ started started begin يبدأ began begun when did it start بنجاوب بال1996 بالوين لما بنسأل Started بكون did start الإجابة بتكون started ماضي بسيط simple past become يصبح become became become recover يعيد يعيد تجديد او يجدد او يستعيد هنا ريكافار يستعيد ريكفر ريكفر اتراكتيف اللي هو جذاب اتراكت اتراكتد سمون از اوت في حدا برا اتراكت يجذب اتراكتد اتراكتد اتراكشن جاذبيه كونستراكشن طبعا اسم ولوكيشن اللي هي الموقع I want to read it again without a translation بدون These are two pictures of Amsterdam's Olympic Stadium The first picture is from 1928 the second is from the present day since it was first used the Olympic Stadium has gone through several changes in 1987 the city government wanted to destroy it people opposed its destruction so the government listed it as a national monument renovation of the Olympic Stadium started in 1996. Prince William Alexander reopened it on 13 May 2000. The Olympic Stadium has become modern and has recovered its attractive brick construction of 1928. Once again, it serves as a location for sporting events. Thank you for your listening.